أدخلت الشركة العامة للنقل الداخلي باللاذقية اليوم 4 باصات جديدة بالخدمة شغلت على خطي الزراعة مرفأ والرمل الشمالي مشفى وطني لتعزيز عملية النقل الداخلي على هذين الخطين وتخفيف حالة الازدحام فيهما. ويشار إلى أن هذه الباصات هي دفعة أولى من 20 باصا تنتظرها المحافظة ستصل لاحقاً. تم وصول 4 باصات حديثة دفعة كدفعة أولى، تم تشغيلها على خطين، باصين على خط الزراعة وباصين على خط رمل المشفى. راح تقدم باصات أخرى عند وصول كامل الكمية اللي هي متوقعة 20 باص للاذقية، سيتم تخصيصنا بخط نقل كامل وإعادة توزيع السرافيس بما يتناسب مع حاجة المحافظة والخطوط القريبة من المدينة. يعني فادت الباصات الجديدة الخطوط من ناحية أنه خف الضغط على الخط، لأن الباص كبير وبيساع عدد منيح من الركاب. كويسة ممتازة من البداية، يعني ما فيها الزحمة زيادة، مقبولة وخدمة ممتازة. والله الباصات الجديدة ممتازة والقديمة كويسة، بس لا جديدة لا والله ممتازة أحسن من أول بكثير يعني. بس بالنسبة للباصات فيها زحمة، يعني في زحمة ركاب كثير الحين. بتفيدنا وعم تخدمنا وكذا، بس ما بالشكل المطلوب بالكفاية.